طيب دكتور، احنا اول ما بنرجع من الاجازه الولاد بيكون عندهم المخ معمول له بلوك، ده بجد. طبعا الاسبوع الاولاني بتاع الدراسه ده كاننا احنا عمرنا في حياتنا ما درسنا، وعمرنا في حياتنا ما خدنا كلمتين على بعض طول السنين اللي فاتت وكل حاجه. تمام ازاي انا اقدر احبب اولادي في المذاكره والدراسه، طبعا خصوصا في اول ايام الدراسه واللي بيكون فيها الاطفال زي ما بقول لحضرتك لسه راجعين من الاجازه ومش مركزين قوي يعني. تمام هقول لحضرتك النصيحه دي كمان هنقول للست المصريه وكمان للاب، يعني هنا عم دخل الاب معانا في الموضوع ده شويه عشان يبقى نفس النصيحه. هنعمل لهم ايه؟ بلاش نضغط عليهم من اول يوم، بلاش احنا كمان نضغط معاهم من اول يوم. زي سياسه اللي هي زي لعبه الماراثون الجري، انت النهارده لو جريت في الاول خالص كتير جدا كتير جدا وعملت كل مجهودك بتيجي في الاخر بتتعب، فانت بتطلع في الاخر، بتطلع الاخير. لكن لازم تنظم نفسك ولازم تفضل ماشي بنسب معينه، عمال تعلي تعلي، او زي العربيه عشان نبقى كلنا فاهمين المثل ده، زي العربيه ما ينفعش تدوسي من اول دوسه في البنزين، مع اختلاف عربياتنا بسرعه. كلنا مفهوم بالظبط كده، مش هتجيب لك 100 سرعه 100 يعني طبعا. لا مش هتقدر، فلازم تطلعي حته حته. النهارده احنا اول اسبوع لا بناخد اكتيفيتي بسيطه، الهوم ورك بسيط، الدروس مش اقوى حاجه، او المجموعات التقويه او ايا كان مسماها، فنبدا ان احنا نطلع تصاعدي شويه بشويه عشان الاولاد يقدروا يستمروا ونفسهم يبقى طويل، والام كمان ما تتضخش مره واحده في كل ده، انا لسه برضو كانت الدنيا هاديه شويه، فما يبقاش مره واحده عليا.